التعامل مع المشاعر السلبية في حياتنا ما تكفوش محاضرة، طبعا احنا هناخد فيه محاضرات كتيرة. ازاي نتعامل مع المشاعر السلبية؟ اولا الموضوع يحتاج الى الشجاعة، انا لازم اواجه مشاعري السلبية، انا عندي غضب، انا عندي قلق، انا شخص كئيب، انا شخص حزين، عندي مشاعر سلبية. يعني ايه؟ في واحد بيقوي مشاعر سلبية بتلازم عمره كله، يعني في حد حزين عمره كده تلاقيه دايما في لاندا شخصية حزينة او كئيبة او غضوب او قلق، هو بيقوي المشاعر دي ولم يستطيع التخلص منها. فالإنسان بيبتدي يفحص نفسه، وأنا إيه المشاعر السلبية اللي أنا محتفظ بيها وعايش بيها حياتي؟ ولما يبتدي يبص على المشاعر السلبية اللي هو عايش بيها حياته، عليه بقى في شجاعة يقول أنا هواجه هذه المشاعر. طيب لو فكر يواجه هذه المشاعر هتخلص منها في فترة قد ايه؟ هياخد مشوار طويل عشان يستطيع التخلص، فمحتاج للصبر، لان المشاعر دي بتاخد زمان طويل علشان نتخلص منها. اذا كانت الافكار عشان تتغير بتاخد مننا مجهود كبير، والافكار اسهل من المشاعر، لان المشاعر عميقة جوا النفس، التحرك بتاعها بيبقى ابطأ بكثير جدا من الافكار، او التحكم فيها اصعب من التحكم في الأفكار. يبقى الأمر يحتاج إلى شجاعة وإلى صبر. إزاي تحدد بقى عندك مشاعر سلبية شكلها إيه؟ تمييز مشاعرك السلبية خطوة هامة جدا، ودايما بنقول إنها 50% من العلاج، إني بعارف أنا مشاعر السلبية شكلها إيه. بيبان في بعض التصرفات بتاعتي، في شوية أعراض أنت ممكن تدور عليها فتعرف إيه اللي عندك، لكن غالبية الناس بتعاني من الألم، من الغضب، من مشاعر سلبية. ليه إحنا بنحتفظ بمشاعر الغضب داخلنا؟ غالبية الناس عندها مشاعر غضب، ليه بنحتفظ بمشاعر الغضب داخلنا؟ إيه السبب؟ ليه مش عايزين نتخلص منها؟ ليه عجبانة وقاعدين فيها؟ وليه عشان كده ما بناخدش قرار بالتخلص منها؟ لما ألاقي حد رفضني بشعر بالغضب، لكني بتشبث بهذه المشاعر لسنوات طويلة وما بحسس أنه مستحيل الخروج منها إلى علاقة أكثر صحة. أو الحزن، في حد يعيش باقي حياته حزين، فقد حد قريب لي أو غالي عنده، هيفضل قاعد على الحزن ده مدى الحياة، يقول لك أنا حزين إلى الأبد. أو شعور بالذنب والخزي من حاجة حصلت في حياته، يفضل يلازمه الشعور بالخزي وبالذنب ده طول الوقت، طول ما هي قاعدة ومدتها طويلة تتجذر وتتأصل وتصير أسلوب حياة أنت عايشه، لأنك ما قررتش أنك تواجه هذه المشاعر السلبية. والمشاعر السلبية دي لما انت ما واجهتهاش بتبقى نمط في حياتك، تتحول الى نمط حياة وتتركب من وانا صغير. يعني لو انا طفل صغير كنت مشاغب وكانوا بيعاقبوني باني احبسه في الأوضة، وقعد في الأوضة وشك في الحيط، في ناس بتعمل كده، انت عملت غلط خلاص في الأوضة، ما تطلعش من الأوضة، وشك للحيط، ما تبصش يمين وشمال. طب ده بيخليه يعمل ايه؟ بيخليه دايما فاكر ان انا لو انا حب على السرير ووشي للحيط يبقى السرير ده ايه؟ رمز للعقاب. فاذا كان السرير رمز العقاب انا بكره السرير. الدماغ بيخليه يربط مشاعره في الوقت ده بالمكان او بالشكل. يجي حد يقول لك المكان ده انا بكرهه، بتكرهه ليه؟ والمكان يتكره فيه ايه؟ يتكره لا، في حدث معين حصل خل ارتبط ذهني بيه من وانا صغير بالمكان ده. عندما تتوتر وتشد عضلاتك عند مجادلة أحد ما، فإنها ستتوتر كلما شعرت بالضيق أو تجادلت مع أحد. أنا ابتديت أتكلم مع حد وتشديت، خلاص بقى دقيت نمط في حياتي، كل ما تناقش مع حد ألاقي نفسي إيه؟ تنشنت. الأمور دي كلها بتخليني أخذ نمط للحياة بسبب المشاعر السلبية. علينا أن إحنا نرجع لطفولتنا علشان نعرف ارتبط النمط ده والمشاعر دي والمكان ده ارتبط بإيه. ده اللي احنا بنسميه الطفل الداخلي. الطفل الداخلي بيقوي مشاعر سلبية، مشاعر السلبية دي موجودة لحدث معين حصل. عامة ما بنلجأ ان احنا نتناسى الحدث، لكن مش بنتناسى نمط الحياة ولا ارتباطاته ولا نمط الشعور اللي احنا
عشناه. وليجي أقول لك طب افتكر الحدث اللي خلاك تقوي هذه المشاعر، صعب جدا استدعاءه من العقل الباطن، لأني أنا بغطي على الحدث لكن مش قادر أغطي على آثار الحدث وما صنعه في الحدث واللي موجود دلوقتي في حياتي. فأقول أنا عندي مشكلة الفلانية، أنا بغضب كذا، أنا حزين كذا، أنا دايما قلقان، دايما متوتر، دايما وضع كذا لما بيكون في الموقف الفلاني. طب ليه؟ من غير ليه؟ لا، هي ليها ليه؟ لازم ترجع لطفولتك وتشوف المنشأ بتاع الأمر ده جه إزاي، تبحث في طفلك الداخلي. العلامات اللي بتدل على مشاعر سلبية كتيرة، أنا بعدي لكم الحاجات اللي هي عايزين ندخل النهاردة يكون موضوعنا الأصلي التعامل مع الغضب. ده أمر مهم جداً في حياتنا وفي حياة المدمنين الآخرين. نعرف الغضب، ما هو الغضب؟ مكتوبة قدام: شعور غير مريح من الانزعاج والاستياء والغيظ الذي يواجهك حين تغلق السبل أمام أهدافك أو تحبط احتياجاتك أو تتعرض لهجوم ما، هو أحد الانفعالات الإنسانية الأساسية جدا، إنه يرافقك من الموت إلى الولادة. طيب يبقى تعالوا كده نمسك واحدة واحدة. احنا قلنا نحن نشعر بالغضب عندما ينتهك احد مبادئنا الاساسية. نحن نشعر بالغضب في حد دخل بيلخبط لحياتي، حياتي انا حاطط فيها مبادئ، فاي حد بقى دخل فداني شعور غير مريح وانزعجت واستأت وضغصت لانه انتهك المبادئ والاصول اللي انا كنت عايش بيها، سواء كانت المبادئ دي صح او غلط. يعني مش شرط يكون مبادئك الأساسية دي صح، يعني في حد يقول لك إيه عض قلبي ولا تعض رغيفي، مش مهم المعاملات الإنسانية لكن يهم المعاملات المادية، ده المبدأ بتاعه. ممكن ما تسألش عليه، ما تقولوش كلمة حلوة، ما تأثرش فيه، لكن لو خدت منه قرش ده يأثر فيه، لأن ده مبدأه الأساسي التعامل المادي. وفي حد عكس كده، إذن مبادئه انتهكت. طيب السؤال بقى اللي عايز أسألكم: الغضب خطية أم لا خطية؟ يعني هل هو خطية ولا مش خطية؟ ها؟ مفيش إيه؟ مفيش مشاعر خطية، فالغضب مشاعر سلبية، لما يبقى سلبية مش يبقى خطية؟ ها؟ مش سامعك. قد يقودني الغضب إلى خطية، يبقى اغضبه ولا تخطئه. طب يعني الغضب ذاته ما هوش خطية؟ ليه مش خطية؟ لأنه مشاعر طبيعية. ثواني، لأنه مشاعر طبيعية خلقها الله فينا، هو مشاعر طبيعية خلقها الله فينا. ليه؟ ليه ربنا خلق فينا الغضب؟ نعبر عن حاجة احنا رافضينها. الله أعطى آدم وصية، مظبوط كده؟ واداله مشاعر الغضب معاها. إذا حد قال له ما تنفذش الوصية، الغضب اللي ربنا خلقه في الإنسان عليه يشتغل في الوقت ده ويصور الإنسان يقول لأ أنا مش هعمل الغلط ده، صح كده؟ كيف سيصور الإنسان لو ربنا ما خلقش فيه هذه العاطفة؟ يبقى ربنا خلق العاطفة دي فيها بتاعت الغضب عشان خاطر أرفض الخطأ، صح كده؟ عشان أرفض الخطأ، لأنه مديني وصية حاجة تعملها وحاجة ما تعملهاش، فربنا لازم معها يخلق فيها فكرة الغضب إن أنا أرفض الغلط. طيب أخطأ آدم وشاف نفسه غلط، هيستمر في الخطية ولا يسور على نفسه عشان يتوب؟ يعني اللي بيخليني أتوب إني غضبت على طرقي القديمة، مش كده؟ يعني دي مشاعر طبيعية بتقودني إلى ما هو أفضل في حياتي. فالغضب الله خلقه فينا ليصحح مسارنا أيضا أو ليمنعنا عن الوقوع في الخطأ، مش كده؟ الغضب مش خطية، لأن طالما بنغضب على الشر يبقى احنا ماشيين صح. غضب الله معلن من السماء على جميع وجوه الناس، الغضب هنا مش خطية لأنه معلن على جميع وجوه الناس. طيب لو الخطية اتحدت بالغضب فصار الغضب خطية لأنه اتحد بالخطية، بيكون السلوك شكله ازاي؟ بحول الغضب لأذى الآخرين، بستخدم الغضب، الغضب هنا بيتلوث بدل ما هو نقي والمصلحتي والحياتي، تلوث وصار لأذى الآخرين أو لأذى نفسي، فابتدي أأذي نفسي
أو أأذي الآخرين بغضبي. فأنا غضبت من تصرف معين، أبتدي أنتقم، أعمل أمور كلها خطأ، فهنا تحول الغضب تلوث بالخطية. فعندما يتلوث الغضب بالخطية يبقى هنا نقدر نقول دي خطية غضب. اغضبوا ولا تخطئوا، يعني الغضب سليم، أما أن يتحول إلى أذى فهو خطية. وممكن أأذي نفسي، أنا غضبان على نفسي كذا، أحرم كذا وهعمل كذا وانتقم من نفسي في كذا، في ناس بتعمل كده، فبحول الغضب إلى أذى الآخرين أو أذى نفسي، هنا الغضب صار خطية. لكنه طبيعي وحيلازمني من الميلاد إلى الانتقال للحياة الأخرى، لأنه عاطفة طبيعية موجودة، ربنا خلقها عشان استخدمها أنا صح. يبقى ما يجيش حد يقول إيه فلان ما يغضبش خالص، ده مش طبيعي. لكن فلان لما بيغضب ما بيغلطش، فلان لما يغضب ما يغلطش، يتصرف صح. يبقى يمكن أن يشكل مصدرا للقوة أو عائق في حياتك، ده يتعلق بكيفية استخدامه، استخدمت الغضب ده إزاي. وممكن يبوظ العلاقات، يفسد العلاقات بين الناس لأنك أنت استخدمته غلط، أو الممتلكات، واحد غضبان يكسر حاجة، يحرق فلوسه، يحرق بيته، يحرق روما، يعمل أي حاجة. يبقى لابد استخدامه بشكل مناسب علشان أرتاح من الغضب السلبي المدمر، بلجأ إلى المخدرات أو الكحوليات، فبتكون الكحوليات مهدئ للغضب ده، بس بيكون تأثيرها أسوأ من تأثير الغضب نفسه. يبقى التعاطي لكثيرين، مش كل الناس طبعا، كثيرين بيتعاطوا لتهدئة غضبهم أو استياءهم من الحياة كلها على بعض. طبعا ده مش دواء، ولكنه مرض أصعب من مرض الغضب اللي هو كان فيه. الغضب بياخد شوية أشكال. إيه شكل الغضب؟ شكل صراخ، ده اللي احنا متعودين عليه. فلان بيصرخ يبقى غضبان، فلان صرخ تبقى غضبان، ده الشكل الايه الكومون المعروف أكتر. في العنف الجسدي، فلان غضب تلاقي صوته ما يطلعش لكن ايده تسبق كلامه، يضرب، يعمل، يكسر. في شكل بقى رائع جدا للغضب، واحد تاني لا هيكسر ولا هيصرخ، امال يعمل ايه؟ يمسك اللي قدامه يبستفه سخريه، يتريج على اللي حواليه. فلما تلاقي واحد ماسك التاني بيتريج عليه لما مخليه يبكي بغضبان منه في حاجه، في شيء معين هو شايله له، فعشان كده هريب تريج. او الهجوم اللفظي، الهجوم اللفظي ده غير التريجة، يعني ايه؟ ادي له نعت كده وحش، اقول له انت ودمك، انا غضبان منه، اقول له انت ودمك، انت غتت، ده اسمه هجوم لفظي. فأي تعبير من التعبيرات اللي هي مسيئة. في ناس بقى ايه لما يغضب يعيط، لا مش قاصرة بس على الستات، في رجالة كده برضو لما يغضب ينفصل ويستخبى ودموعه تنزل من غضبه، مش قادر يعمل حاجة. بس هي معروفة اكتر في الستات، ليه؟ إن بتبص تلاقي نفسها مقهورة وما عندهاش حيلة تعملها، فبص لقيها شر الدموع لأنها قليلة الحيلة أكثر من بعض الرجال، يعني في رجال كثيرة برضو قليلة الحيلة، فتبص لقيها بكت عايزة تعبر عن غضبها. الإغاظة دي برضو زيها زي السخرية، بس ممكن أغيظ من غير السخرية، يعني إيه؟ أخد منه حاجة، أخليه يحتار على حاجة معينة، أخفيها له، أغيظه بأي شكل، فيها أكثر من السخرية. ممكن الغضب يتحول إلى اكتئاب أو الرفض، صورة من أصوات من صور الغضب، يعني إيه؟ أنا مش هكلم فلان، ما بحبش أسلم عليه، ما بحبش أتعامل مع فلان، ليه؟ بغضبان منه. فهو رفض للشخص ده، الرفض نفسه صورة من صور الغضب. العبوس دايما مكشف. في ناس بقى الغضب يتحول الى رغبه في الانتقام، ما بيفكر في الانتقام في كل لحظه في حياته، ازاي ينتقم. ممكن ما ينفذش الانتقام، بس مجرد الفكره بتاعه الانتقام بتجري دايما في ذهنه. الصمت، يواجه اللي قدامه من غير رد، يقول لك عشان انرفز، برضو ده صوره من صور الغضب. طبعا بيتحول لانتحار، حد غضبان من حد مش عارف يعمل حاجه، بيأذي نفسه، ينتحر. خمس مصادر عامة للغضب: خايف على سلامتي أو سلامة شخص آخر، سواء كان خوف حقيقي أو متخيل وهمي، أنا خايف على حد فبغضب بسرعة. خسارة قوتك وسيطرتك أو تهديدهما، أنا قوي ومسيطر، حد بيهدد يقول لي لا انت مش قوي وما انتش مسيطر وما لكش يد في الموضوع ده، فبتنرف بغضب. جرح الكبرياء لكرامتك كده، وبلاش كبرياء، يعني جرح الكرامة، كرامتك راحت، بعترض، تغضب. الاستهانة باكتفائك الذاتي أو باستقلاليتك، أنت فاكر نفسك أنت تقدر تعمل حاجة، لا ده أنت من غيري ما تقدرش، ومن غير كذا ما تعملش،
وانت ضعيف لوحدك ما تقدرش تعيش، ده برضو بيخليه يتعب. الاستهانة بقدرتك الذاتية او بوضعك، انت ولا حاجة، انت ما تسويش حاجة. الغضب بيعمل اثار جسدية زي تسارع معدلات ضربات القلب وضغط الدم بيعلى والعضلات بتتوتر وبيحصل فيه جفاف في الفم، لان طبعا بيطلع الادرينالين، الادرينالين ده بيعمل جفاف في الفم، في الم في الراس واضطراب في المعده وتعرق متزايد، كل دي اعراض انطلاق الادرينالين بسبب الغضب. تسلسل الغضب غير المسيطر عليه، غضب انا مش مسيطر عليه بيمشي ازاي في حياتي عشان اقدر اتابع الغضب؟ يبقى فكر كده مع نفسك كويس، بيجيل ازاي الغضب، وشوف افكارك، يعني كل مره انت غضبت فيها ارجع اقعد قول الموضوع ابتدى ازاي، الفكره ابتدت ازاي، انا استفزيت ازاي، ابتديت تتحرك ناحيه الغضب ازاي، وتبتدي تعرف تسلسل الافكار. تعالوا نشوف الشيت الاساسي. الموضوع يبدا دايما بمحفز، حاجه حصلت، حدث حصل، محفز فلان انتهك مبادئي الأصلية أو هجمني أو داس على كرامتي أو قال لي كذا، في محفز أو اصطدم بي أو هددني، يبقى في محفز، شيء ما غير صار يحدث، حاجة مش عجباني حصل، زي أنا رايح أدكنز العربية بتاعتي وجي واحد بسرعة خد المكان بتاعي بيغيظني نرفز. بعد كده تبتدي تيجي فكر، يعني الحدث أهو، حد خد مكاني اللي هركن فيه، تبتدي تيجي فكرة. ايه الفكرة بقى؟ انا بحكم على السلوك بتاعه، ده مستهين بي او لا، ده قاصد ينرفزني. يبقى ابتديت ايه، جات لي فكرة معينة، وده مش شايفني وانا مش بني ادم، او ده قليل الادب بيعمل كذا كذا كذا، يعني بيتجاوز، وتبتدي بقى ايه تتنرفز عليه، فتستجيب بانفعالاتك بمشاعرك لأفكار. يبقى بالترتيب، محفز يعني حدث معين حصل، جات لي انا افكار معينة، والافكار دي حركت مشاعر، حركت الغيظ عندي، ده التدرج اللي بيحصل. فانت هتقيس في كل موقف التدرج اللي بيحصل ده معاك بالطريقات. ايه الموقف؟ طيب الموقف ده الفكره كانت ايه؟ بعد كده انا انفعالي كان متنرفز. طب لما تحب تصلحها تعمل ايه؟ تلعب في انهي حاجه؟ هل هتلعب في الموقف في المحفز اللي حصل؟ ها؟ ما المحفز هيحصل هيحصل، يبقى الحدث حصل حصل. طب عشان اتحكم في مشاعري العب في ايه؟ افكار. يبقى هنا للتحكم في الغضب لابد علي ان اتحكم في افكاري وطريقه تفكيري. عامه غالبيه البشر يبداوا بالفكر السلبي، اما الانسان السوي بتكون افكاره ايجابيه. يعني لما حد بيركن مكانك كده، الفكره اللي بتوصل في الاول ده راجل بيستفزني، ده عايز مش محترمني، عاملها صراع، اي فكره زي كده. طب لو انت انسان سوي وافكارك ايجابيه تقول ايه؟ هو ما خدش باله، ممكن يكون ما خدش باله، صح كده؟ لا، هو مستعجل على حاجه معينه، اكيد عنده ازمه. يبقى انا ممكن يكون الفكر ايجابي، لو الفكر ده ايجابي هيدخلك على الغضب، يبقى انا محتاج ان اعيش باسلوب الفكر الايجابي. طب الفكر السلبي بيجي من ايه؟ احساسي بالقله، ان انا قليل عن باقي البشر، فدايما تجي لي افكار سلبيه لاني شايف اني اقل من الاخرين، فسلوكي دايما يحمل الفكر السلبي، الافكار السلبيه بتجي لي كتير، لكن الافكار السلبيه دي مش هتيجي لو انا شايف ان كياني موجود، واكيد تصرفات باقي البشر يعني لهم فيها تفسير وعذر، علي افكر بالاسلوب الايجابي. كيف احصل على الفكر الايجابي؟ دي قصه طويله خالص. نظرتك للحياه شكلها ازاي؟ ده انت محتاج تغيير نظرتك عشان يكون فكرك إيجابي. نظرتك لنفسك ونظرتك للآخرين ونظرتك لله ونظرتك للحياة عشان يوصل يكون عندك فكر إيجابي وما يدخلكش على فكرة الغضب دي وتتحكم فيه في الغضب بتاعك، تحتاج انك تغير فكرتك عن نفسك، وتحتاج ان تغير فكرتك عن علاقاتك بالاخرين اي بالمجتمع، وتفكر كمان ازاي تغير افكارك عن الله، ان ربنا ليه بيعمل معايا كده، هو ربنا اللي بيعمل معاك كده، فلازم تغير افكارك عن الله، ولازم تغير افكارك عن الحياه نفسها، منطقك في الحياه ايه. كل ده انت محتاج تعيده تاني، ده ما بيتغيرش في يوم وليله، ده انت محتاج دايما كل ما يجي لك فكر سلبي تقول طيب ايه الايجابي بتاعه ايه؟ طب انا بفكر ليه سلبي كده؟ انا لازم اغير الفكره دي. فتغيير فكره 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 يتحول عقلك الى عقل ايجابي. السلبيه موجوده،
عليك أن تتواجه مع الأفكار السلبية دي علشان تحصل على فكر الإيجابي. يبقى خريطة سلسلة الغضب الموقف اللي هو الحدث، ثم الأفكار، ثم الانفعال، ودول اللي نلعب فيهم نغيرهم. فالانفعال بيؤدي إلى السلوك، والسلوك بيكون سلوك سلبي ومش مظبوط. طيب لو الغضب خرج عن السيطرة أنا بخسر إيه؟ بحس بالذنب ساعات، يا ريتني ما كنت عملت كده، أنا أذيت الناس. ممكن حد يأذيك أنت بسبب غضبك، يعني لو وجعت مع حد أشد منك ويا ريتني ما كنت اتنرفزت، أنا اللي جبت الروح. وممكن تدخل في قضية، ممكن تدخل في مشاكل. كيف نتعامل مع الغضب؟ الغضب يخبرنا على أن شخص انتهك مبادئنا، أو أننا نفسنا انتهكنا مبادئنا بأنفسنا. لا، دي اسمها الندم، غضب ناحية النفس نفسها. لازم تسأل نفسك ايه المبدأ الرئيسي اللي عندي وانتهك، عشان تفكر في غضبك. وانا ايه المبدأ الرئيسي اللي عندي، وهل المبدأ ده سليم ولا مش سليم، صح ولا مش؟ طب هل المفروض انا اجابله بنفس هذه الحساسية؟ طب ايه السلوك الغلط اللي انا عملته لما المبدأ ده عندي انتهك؟ ايه الغلط في سلوكي؟ كان ممكن يتغير السلوك بالشكل الفلاني. طيب الشخص اللي خلاني اغضب، هل نيته سيئة ولا أنا اللي فاهم غلط وعندي أفكار سلبية؟ إزاي أحول الغضب لصالح؟ يعني ما تغضبش غير لما تكسب من وراء الغضب. إلا هتكسب من وراء، يعني أنت دلوقتي هتتنرفز، احسب قول إيه هكسب إيه. لو أنت هتكسب من وراء الغضب بتاعك لا تفضل اغضب، لأنك حسبت الناتج الأخير المكسب الفلاني، فهنا أروح جالب وشي وعامل غضب، لا مش هكسب. طب لا، يعني هروح أغضب عشان أخسر؟ لو كل مرة بتغضب تخسر، لا، راجع نفسك. هل الغضب الحالي ناتج عن مواقف قديمة، غضب قديم حصل، فأنا بجيس على نفس الموقف؟ وقد يكون الموقف الحالي مشابه ولكن غير مطابق، فأنا رحت مركب ده على ده. طب هل أنا نيتي كويسة ودوافعي إيجابية، ولا أنا برضو جوايا حاجة مش كويسة؟ طيب لو حصل أن أنا اتسمحت، هندم بقى على الغضب بتاعي، والغضب وصلني أن أنا أعتذر، أتعلم إيه من الغضب بتاعي؟ طب إزاي أتصرف بطريقة مختلفة؟ طب إيه الأخطاء اللي يجب أن أتجنبها؟ يبقى لازم أعمل إيه؟ أرجع لنفسي وابتدي أشوف إيه اللي عندي. 5 خطوات عشان أقدر أنفذ ده، 5 خطوات مساعدة للتفاعل مع الغضب. 1، غير تفكيرك حيال الموقف. ده بنسميه إيه في الأسلوب بتاعنا؟ لا، تبديل الكراسي اللي هي نمرة 2. انظر الموقف من وجهة نظر الشخص الآخر، غير تفكيرك حيال الموقف، امشي عكس دماغك. دايما لما بكلم اي حد مدمن بقول له دماغك قادتك للإدمان. طب ولو مش مدمن؟ طب ما دماغك هي اللي مخلية حياتك كلها ملخبطة، انت غضبان وكره الناس والناس كرهاك. فدماغك بتجيب فكرة في الاول سلبية، يعني القصة مش بس مدمنين، انا بسأل، انت اول ما بيجي لك فكرة بتجي لك فكرة سلبية. ما انا لسه بقول الانسان السوي هتكون افكاره ايجابية، وقلنا عشان نوصل ان يكون عندنا الفكر الايجابي محتاجين نمسك كل فكر سلبي ونغربله، ده قلناه من شوية. طب يبقى انا محتاج منك ايه؟ الفكر اللي اول حاجة هيهاجمك فكر ايه؟ سلبي. ما تمشيش وراه، امشي ورا فكر ايجابي. طب الايجابي عكس السلبي، يبقى تعمل عكس دماغك. برضو عشان تفهمه وانت بتكلم المدمن وبتقول له اعمل عكس دماغك او امشي عكس دماغك، وانت بتقول له اعمل عكس دماغك عايز تقول له ايه؟ دماغك اول فكرة بتجيلها فكرة سلبية، اعمل عكسها هو ده الايجابي، اشتغل بعكسها هو ده الايجابي. يبقى اول حاجة بتطرق في دماغك ايه؟ الفكرة السلبية. يبقى اول خطوة تعمل ايه؟ عكس دماغك. طيب يعني جت الفكرة السلبية، انا حمسك رغبته. طيب لا، ده فكرة ايه؟ سلبية. يبقى انا اعمل ايه؟ هعمل عكسها، انا هروح اقول له ايه انت عملت كده ليه يا عم؟ في ايه؟ مالك؟ بدل ما اروح اخنق معاه هروح اتفاهم معاه، بدل ما اروح اعمل مشكلة معاه اروح اتساءل في ايه. يبقى هنا دي ايجابية ودي سلبية، عملت عكس دماغي. يبقى الغضب اول نقطة هتعمل ايه؟ لان دماغك هتجيب اول فكرة سلبية، يبقى تعمل عكس دماغك. نمرة 2، انظر الى الموقف من وجهة نظر الشخص الاخر اللي بنسميها ايه؟ بدل الكراسي. اقعد انت مكانه وحطه مكانك وقول ما هو في الوضع الفلاني كان مضطر يتصرف كده،
او لما اتصرف كده كان وضعه ايه، وبتقدر تعذره او على الاقل تفهم هو اتصرف ازاي في كل امور حياتنا. لو حطينا نفسنا مكان الشخص الاخر هتتعادل امور كتيره. المسيح علمها لنا اساس في حياتنا، مثلما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم بهم ايضا هكذا. يعني شوف انت عايز تعمل كذا، طب قول انا لو انا مكانه هيتعمل لي كذا، اقبل ان يحصل فيا كذا. طب خلاص بدلت الكراسي، ده المسيح اللي نصحنا بتبديل الكراسي. شوف طب الشخص الاخر ايه الوضع بتاعه، بيعمل ايه وبيفكر ازاي. ستتصرف بحكمة عجيبة اذا فكرت في موقف الاخر هيكون ايه. يبقى دي نمرة اتنين، يبقى الاولانية ايه، اعمل عكس دماغك، التانية بدل الكراسي. طب التالتة اسأل نفسك عما اذا كانت افكارك واقعية، احنا بنقول عليها ايه، بطل شعوذة. يعني ايه بطل شعوذة؟ اول ما تيجي الفكرة في دماغك الغير واقعية ايه، ده هيموتني، ده اصلا بيأذيني، ده مش هيرتاح غير لما يعمل فيا كذا، ده كلام واقعي، حدث حصل، ادي للحدث حدوده. لكن انت بتروح تزود على الحدث اللي بيسموه دلوقتي بيأفور، فيبقى له كلام مش واقعي مش صح، فانت الكلام مش واقعي عندك. فبلاش شعوذة، شعوذة يعني المخ بيطلع افكار 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 كلها غير منضبطة، افكار فيها تزيد في امور كثيرة. فاسأل نفسك هل الفكرة دي سليمة، هل ده كلام واقعي؟ يبقى تعالوا نعيد من تاني، اول خطوة ايه، اعمل عكس دماغك، التانية بدل الكراسي، التالتة بطل شعوذة، الرابعة فكر في اوقات سعيدة او ممتعة من الماضي. يعني ايه دي؟ احتفظ بهدوءك. زمان انا كنت سعيد ومحتفظ بهدوءي، هدوءي ده رائع وحياتي حلوة وانا هادي، فانا هحتفظ بهدوء، هحتفظ بهدوء. فانا زي ما انا هادي زمان اهو، او في الموقف الفلاني، او من امبارح او من الصبحيه، لا خليني محتفظ بالهدوء بتاعي، فاحتفظ بهدوء. نمره خمسه، ودي عايزها تتحط نمره واحد، يعني هم حاطينها نمره خمسه بس انا عايز ابدلها احطها نمره واحد، بنقولها ايه، فكر اولا ثم تكلم بحذر، تاجيل الرد، بنسميه اجل الرد. دي بقى علمها لنا معلمنا يعقوب الرسول، قال ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في الغضب، مبطئا في التكلم. فكر ليه مبطئ، مش مبطئ يعني خارص نفسك وقاعد مكتوم كده وعامل كبت، لا، ده انا بأبطئ في التكلم عشان أبطئ في الغضب. يعني ما يجعل الغضب بطيئا بطء التكلم والتفكير اولا. فانا لما ببطئ الكلام بتاعي بدل نفسي فرصه افكر. والاهوج دائما يسارع بالرد، يعني حتى في السياسه وفي المحادثات يقول لك ايه، ناخد فرصه للتشاور، نحتفظ بحق الرد، مش هرد دلوقتي، عشان ما يبقاش التصرف، ان السياسه ما ينفعش فيها ان الانسان يكون اهوج، فبيدي لنفسه فرصه، هو التصرف هنا كده هيكون صح ولا غلط، ما هي نتائجه، هل هتعود عليا وعلى شعبي بالخير ولا بالأذية، يرجع يفكر. فانت لازم برضو تعمل نفس الحكاية، فكر في اللي قدامك بيقول ايه، بيعمل ايه، طب ارد عليه اقول له ايه. دائما اعطي لنفسك خمس ثواني، كتيرة خمس ثواني، خمس ثواني دي مش وقت طويل. في كاتبة انجليزية، طبيبة نفسية انجليزية، مطلع كتاب كامل اسمه الخمس ثواني، ان دول اهم حاجة في حياتك، الخمس ثواني اللي هتفكر فيهم قبل اي تصرف في كل الحياة. فانت تحتاج حتى الى خمس ثواني للتفكير، يعني احتفظ فمك مغلق ودي تفكير، بس خمس ثواني مش صمت، تفكير. اعطيت لعقلك قدرة انك تفكر في الخمس ثواني دولة، ستصل الى الصواب حتما، لان عقلك هيشتغل، مش مشاعرك اللي هتدفعك لسلوك سيء. المشاعر جارفة بتسحبني للسلوك السيء دون تفكير، يحكمها زي ما أنا قلت لكم التفكير يحكم المشاعر فيحكم السلوك. فأنا لابد أن أعطي لعقلي فرصة التفكير ليتحكم في المشاعر فتتحكم في السلوك. طب أديله قد إيه؟ يعني أنا هسكت كتير؟ ادي نفسك خمس ثواني بس فكر. طبعا الخمس ثواني دول ممكن يبقوا 15 ثانية، 20 ثانية، أي حاجة، لكنها في النهاية الخمس ثواني هتديني، يعني مجرد أقول أنا هاخد خمس ثواني تفكير، دي هتدي لعقلي فرصة للتحرك. أنا شرحتهم طبعا مش هرجع أقراهم لكم تاني، لكن هم دول
الخمسة. الخمسة دول مهمين جدا في حياتنا، ونفسي نمرة خمسة تبقى نمرة واحد، اللي هي أجل الرد. تردش بسرعة، هيحصل إيه؟ الدنيا هتخرب لو أنت ما ردتش بسرعة. ده الدنيا هتخرب لو أنت رديت بسرعة، لكن هتعمر جاوي لو أنت اديت لنفسك فرصة تفكير. هنا بقى بيديك أمثلة، فسيبنا من الأمثلة خلاص، نبقى انهينا الأمر. النهاردة احنا انهينا الموقف بالتعامل مع الغضب، المحاضرة الجاية التعامل مع القلق. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.